أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات موسوعة العلم الدقيق مع أحمد صديق. وفي لمية العجم إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العزة في النقل في الموبيليتي. حكايتنا النهاردة عن الموبيليتي، يعني أنا ممكن أمسك موبايل وأكلم السواق يجي في الأوتومبيل عشان ننقل الموبيليا. لاحظتوا الكلمات دي؟ ممكن فرنساوي على انجليزي على لاتيني، الاصل اللاتيني جاي من موف، فيو موف يور موبايل فون او يور موبايل، فموبايل فون هاتف جوال نقال متحرك قدره الحركه الموبيليتي فيه، وبعدين تروح جايب الاوتومبيل اللي هي ذاتيه الحركه اوتو يعني ذاتي، وموبيل برضو بتتحرك بذاتها محتاجه فيها محرك مش محتاجه لك يعني، ولو اني لسه ما عملناش الدرايفرليس او مش متاحه في اليومين دول، ان شاء الله اجيبها لكم في حلقه. وكمان الموبيليا الاساس اللي بتحركه من هنا لهنا، اهو في اساس، انا احب الاساس بتاعي يكون كتب. ايه اللي ورايا ده؟ ده ليوناردو دافنشي، انا ليوناردو دافنشي وبحكي لكم عن الموبيليتي. موبل او موفابل اللي هو قابل للحركه، موفابل موبل موبايل. سو ذس از ات، موبايل متحرك موبيليتي. وانا كنت جاي ابص على كلمه موبيليتي فسألني القاموس هل تقصد نوبيليتي هم طبقة النبلاء، لأن طبقة النبلاء بيحبوا التنقل والتحرك، طبقة النبلاء. ولكن موبيليتي موبايل متحرك، وفي النهاية keep moving keep improving by all means keep moving.